فئة الصوم بوقفة سلمية أمام مديرية الاتصالات بولاية الأغواط من أجل هذه المناصب اللي هما اللي سعوا عليها وجابوها من العاصمة، ومن بعد تفاجؤوا أنهم عطوا لهم منصب واحد فقط. يطالبوا بالوزارة الوصية والمديرية العامة في إعادة النظر في هذه المناصب. يطالبوا قال لك هذه المناصب لازم تقعد تصمر بكم، قال لك راه موافقوا على واحد الحمد لله على كل حال، وهذا نزوز قال لك يقعدوا لتصمر بكم. عندهم شهادات إعلام الآلي وشهادات متخرجين من نيفو تيرمينال، كاين الله يبارك قاعد عندهم البيتيات الله يبارك. يقولوا هذا انت خاوتنا تاع تصمر بكم، قال لك الا ما كانت نطلعوا للجزائر فلينا نهضروا مع المديريه العامه ونشوفوهم. ما يتعلق بالجهه المطروح من قبل فئه تصمر بكم حول استفاده ذوي الهمم من ثلاث مناصب عمل، تم منح هذه المناصب بالتساوي بين مختلف الفئات السمعية البصرية والحركية، وبالتالي يمكن القول أننا لم نقصي أي فئة من هذه الاستفادة.